الاجتماع القائمة العراقية اليوم كان يناقش التحديات التي تواجه العراق ومجمل القضايا السياسية، وتمخض عن هذا الاجتماع اندماج الأخوة في وحدة العراق ضمن مشروع العراقية، ويأتي هذا الاندماج ليعزز المشروع الوطني في القائمة العراقية واستجابة لمطالب أبناء الشعب العراقي في أن تحقق العراقية مشروعها الذي ينطلق من مفهوم وحدة العراق والمحافظة على سيادة العراق والمحافظة والحفاظ وإحياء حضارة العراق ومدنية العراق. ولذلك نعتقد هذا الاندماج قد أعطى رسالة واضحة لمن راهن على تفتيت وحدة صف العراقية في أن العراقية بقياداتها ومشروعها وجمهورها مشروعا لا يقبل القسم على اثنين، وهو مشروع يلبي مطالب كافة أبناء الشعب العراقي. ولذلك الاندماج اليوم يعطي رسالة واضحة إلى بعض الشركاء السياسيين الذي مع الأسف راهنوا على تفتيت وحدة الصف في أن مشروع بناء الدولة يأتي من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية، ومعاناة أبناء الشعب العراقي يجب أن تبادر بعض الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي على المصالح الفئوية أو الحزبية الضيقة، لنبدأ ضمن مفهوم الشراكة الوطنية بوضع حجر الأساس لبناء الدولة، وأن مشروع بناء السلطة لا يمكن أن ينتج إلا أمنا ضعيفا وانعدام بالخدمات وافتقار لكل مقومات الحياة، كما كان سمة الحراك السياسي ضمن مشروع بناء السلطة على مدار السنوات الماضية. حقيقة واستجابة لمتطلبات المرحلة وضرورة أن يتقدم العراق بثبات نحو الاستقرار ونحو رفاهية الشعب العراقي، وإيمانا وانطلاقا من المشروع الوطني العراقي الذي يؤمن بوحدة هذه البلاد، وأن تكون هذه البلاد ملك أهلها بالكامل من دون تمييز ومن دون تهميش ومن دون أقصاء. تم اليوم بإذن الله تعالى اندماج كامل مع العراقية بين الأخوان في وحدة العراق اللي هم أغنياء عن التعريف، وهم لهم دورا واضحا وتاريخيا في تثبيت معالم التوجه الوطني والتوجه الديمقراطي في العراق. وتم اليوم تحقيق هذا الاندماج بإذن الله تعالى، وستندمج أيضا قوى أخرى وشخصيات أخرى في المشروع الوطني العراقي تعزيزا لمسار مهم يجب أن يحصل لكي يتحقق لهذا البلد الازدهار والتقدم والسعادة والرفاه. الخطوة اليوم نعتبرها خطوة سياسية ناهضة باتجاه تحقيق أهداف يتطلع لها جميع العراقيين، يعني الأهداف اللي راسخة في عقل وفي وجدان وفي ضمير كل سياسي عراقي: قضية السلام والعدل وقضية التنمية اللي هي مفردات لابد أن تترجم عبر أي مبادرة سياسية. المبادرة السياسية هاي اللي حصلت نعتبرها حدث تاريخي مهم في صعيد أو على صعيد تطوير العمل السياسي الوطني، لإنتاج الدولة الوطنية، لإنتاج الدولة اللي السياسيين فيها يتصدون لعملية البناء، عملية المؤسسات وتطوير عملها لتوفير كل تطلعات العراقيين بدولة وبخدمات وبفرص عمل وباستقرار حقيقي. ونعتقد أن الاستقرار السياسي اللي تولد هذه المبادرات السياسية راح ينعكس على كثير من مفردات
النظام السياسي الجديد في العراق اللي هو يدعو إلى تعزيز أدوات العمل الديمقراطي أيضا الدستور، ونعتقد اليوم الدستور برغم الملاحظات الموجودة عليه لكن يلبي على أقل تقدير متطلبات بناء مؤسسات اليوم تعتبر استحقاق دستوري. قضية الانسحاب الأمريكي من العراق ولازم القوى السياسية تقف موقف وتكون رؤيتها واضحة تجاه هذا الحدث اللي يجب أن يعزز عبر هذا التوافق الوطني المهم لتغليب مصالح العراق في فهم طبيعة المرحلة اللي تفضلوا عليها الأساتذة وشرحوها. قضية الأخرى أخواني هي قضية أيضا الموقف من الترشيق الحكومي وأسس الترشيق الحكومي وما هي المتطلبات والمعيار اللي تحددها الحكومة اللي نتطلع لها أن تكون حكومة رشيقة كفوة قادرة على إدارة الملف ومواجهة التحديات. أشياء كثيرة لا نستطيع أن نبحث فيها بعجالة بهذا الحديث الصحفي الإعلامي، لكن احنا متفائلين خير وندعو إلى يعني أيضا كل النخب السياسية الفكرية، وهي دعوة إلى كل مثقفين العراق وإعلامينا وإلى الأساتذة والأكاديميين والمهنيين أيا كان، نعتبرهم جزء من تطوير هذا التيار السياسي الفكري الوطني اللي يؤسس ويدافع عن هوية العراق وحضارة العراق وأيضا يدافع عن مصلحة العراقيين وعنوان النظام السياسي الديمقراطي الجديد. اليوم المهم السياسي لما يشتغل بالعنوان الوطني، إذا كان السياسي سني أول ما يفزع لازم يفزع الأهل المحافظات اللي بيها موجودة شيعة، والسياسي الشيعي يفزع إلى المناطق اللي بيها سنة. قد تكون هاي التسميات انفرضت بسبب هذا الواقع، هذا الواقع هو ما يراد تغييره. نريد نقول للعراقيين جميعا أيا كان العربي الكردي المسلم المسيحي اليزيدي أنه هذا التيار السياسي هاي المبادرة والاتفاق السياسي سينتج عنا انفتاح على كل العراقيين اللي يريدون يكونون جزء مهم في عملية بناء الدولة والعراق الجديد. يعني أود أن نطمن العراقيين بأن المشروع الوطني في توسع وقادر أن يحتوي الجميع، وما وجودنا الآن في هذا المشروع إلا تعزيز و تخيب لآمال من أراد أن يفكك المشروع الوطني. فنوجه رسالة بأن الذي يحاول لتفكيك المشروع الوطني فهو عليه أن يعيد النظر في نفسه ليلتحق في هذا المشروع. لا شك أن هذه المبادرة التي حدثت اليوم هي رد على كل من حاول أو يحاول أو يعتقد أنه بإمكانه أن يفتت المشروع الوطني العراقي، وهو رد على كل من يريد أن يفتت العراق أرضا أو مجتمعا. نحن بناة المشروع الوطني، نحن بناة المشروع الذي يريد أن يؤسس العراق قوي، عراق واحد موحد أرضا وشعبا. سنقف بقوة ضد أي مشروع تجزئة فدرالي أو غير فدرالي يجزئ المجتمع أو البلد، ولن نقبل على أنفسنا أن تكون هناك أي محافظة قوية على حساب ضعف لأختها في الجنوب أو الشمال. لن نقبل أن تقوى محافظة في الوسط وتعرض البصرة إلى اعتداءات من دول الجيران دون أن تقف معها أختها. يجب أن يقف العراق كله بوجه أي اعتداء على أي محافظة من محافظات العراق. هناك من ثبت مشاريع التقسيم في الدستور، ونحن من وقف ضد هذه البنود التي ثبتت في الدستور ودفعنا ثمنا كبيرا عند ذاك، وقالوا
أننا نريد أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء. سبحان الله، هؤلاء أنفسهم اليوم يتهمون الآخرين بأنهم يريدوا أن يفتت العراق، وهم الذين وضعوا أسس تفتيت العراق في الدستور. المشروع الوطني ماضي إخوان، واليوم هذه الخطوة الجريئة من الإخوان في وحدة العراق، الخطوة المبدئية اللي بالأساس هم لم يكونوا بعيدون عنا قبل الانتخابات. كنا مشروع واحد، كانت هناك اجتهادات لأن ينزل الوطنيون بمشروعين، واليوم توحد المشروعان بمشروع وطني واحد كبير. فهناك أمل كبير بإذن الله. احنا بالوقت اللي ما نسمح بالتفتيت، بنفس الوقت لن نقبل بالتهميش والإقصاء لأي مكون عراقي، لأي شريحة اجتماعية عراقية. نريد للكفاءات أن تعود لكي تخدم العراق وتخدم التنمية في العراق. لن نقبل أبداً بقوانين الاجتثاث والإقصاء والتهميش التي لا زال قسم من القادة السياسيين متوجهون إليها، لأنها فيها ضعف للبلد، وهذا الموضوع غير مقبول. نريد أن نؤسس لمصالحة وطنية حقيقية بين كل مكونات وشرائح المجتمع العراقي، والمشروع الوطني العراقي هو القادر على هذا، على 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 أن يقود البلد بهذا الاتجاه. والمشاريع الطائفية والعرقية والعنصرية ستضمحل بإذن الله يوم بعد يوم، وسنؤسس للدولة المدنية الحضارية التي تضع العراق في مكانه الحقيقي، تعيد للعراق وضعه الشامخ الكبير في المنطقة، لكي يكون العراق قائداً في المنطقة وليس تابعاً لأحد. شكري وتقديري لسيد المالكي الذي عمل خلال السنوات الماضية على أن يحصر الملف الأمني بيده، ولذلك نحن اليوم غير قادرين حقيقة الأمر لا على تقييم الجاهزية القتالية للجيش العراقي، ولا قادرين أيضاً على دراسة أو وضع توقعات حقيقية لما يمكن أن يؤول إليه الوضع الأمني بعد 2011. كل القادة السياسيين والكتل السياسية حقيقة استثنيت من المشاركة بالملف الأمني. مسألة بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية تقع في صلب الملف الأمني، وبالتالي لا ينبغي أن يطلب من قادة الكيانات السياسية أن تبدي رأيها في مسألة تجهل تفاصيلها. شكرا جزيلا. يعني أنا أعتقد الآن الوقت متأخر جداً، يعني الآن لو طلبنا أن نطلع على تفاصيل الملف الأمني، أن نطلع على تفاصيل تقارير القيادات الأمنية في الجيش، في الداخلية، في الأمن الوطني، في المخابرات، المفروض نطلع على هذه التقارير، نطلع على تقييم الأشخاص المعنيين بالملف الأمني للإجابة على سؤالين. السؤال الأول مدى جاهزية القوات المسلحة في معالجة الوضع الأمني المتوقع بعد 2011، وما هي توقعات الوضع الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية بعد 2011؟ مسألتين مركزية حقيقة الأمر لا يستطيع شخص أن يجيب عليها دون الاطلاع تفصيلياً على تقارير القادة الأمنيين، دون الاطلاع تفصيلياً على الملف الأمني في حاضره وتوقعات مستقبله.